منتصف اليوم في القاهرة، أهلا وسهلا بحضراتكم مشاهدينا الأعزاء في نشرة إخبارية جديدة من عاصمة الخبر، وهذه أبرز عناوينها. فرنسا تعلن أنها ستسلم أوكرانيا دبابات قتالية خفيفة خلال شهرين. رئيس مجلس الدوما يطالب بمصادرة أملاك وأصول منتقد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. ورئيس الوزراء الياباني يبحث اليوم مع بايدن تعزيز قدرات طوكيو الدفاعية. أهلا بكم، والبداية مع تطورات الأوضاع في أوكرانيا. أعلنت فرنسا أنها سترسل دبابات قتالية خفيفة من طراز أيماكس إكس 10 آر سي إلى أوكرانيا في إطار الدعم العسكري لكييف في مواجهة العملية العسكرية الروسية. وأوضح وزير الدفاع الفرنسي سبستيان لوكورنو أنه اتفق مع نظيره الأوكراني على تسليم دفعة الدبابات في غضون شهرين، وتعد هذه المرة الأولى التي سيتم فيها تزويد القوات الأوكرانية بدبابات غربية الصنع والتصميم. لمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من باريس الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي والباحث في العلاقات الدولية. أهلا بك يا دكتور مجيد. إذن فرنسا تقدم مزيد من الدعم العسكري واللوجستي إلى أوكرانيا، هل يمكن أن نعتبر ذلك بداية لتزويد كييف بمنظومات هجومية بدلا من قصرها على الدفاعية؟ يعني وصلت الحرب إلى وضع يحتم أن تتغير، يعني تغير ميزان القوى. المواجهة هي بين روسيا وأوكرانيا، ولكن هذا خط المواجهة الأول، ولكن خط المواجهة الثاني هي الدول الأوروبية بكاملها. وبالتالي فلا يمكن للدول الأوروبية أن تسمح لروسيا بأن تكرر الهجمات وهي عدديا ولوجستيا أقوى من أوكرانيا، ولكن يجب دعم أوكرانيا بأكثر من الأسلحة. والآن ندخل إلى مرحلة جديدة وهي تزويدها بأسلحة من صنع البلدان الأوروبية والأمريكية، وهذا لكي يتغير ميزان القوى لكي نوقف الحرب، لأنه لا يمكن
التمادي في حرب غير متكافئة، وهو ليس فحسب دعما لأوكرانيا بل دفاعا على القارة الأوروبية بكلها وعلى مبادئها. كيف نفهم ذلك دكتور مجيد؟ كيف نفهم ذلك أنه حتى نوقف الحرب لابد من تصعيد الأمور حتى تتكافئ القوى؟ لأنه لو عدلت أو عزفت الدول الأوروبية وأمريكا عن دعم أوكرانيا لاجتاحت روسيا كل أوكرانيا، ومن ذلك اجتاحت البلدان الأخرى، وهذه هي الرؤية الاستراتيجية. لذا يجب دعم أوكرانيا لكي لا يتمادى الزحف الروسي على أوكرانيا وعلى بقية الدول الأخرى، لأنه يوم يتمكن الروس، وهذا لن يحصل، لو يتمكن بوتين من اجتياح أوكرانيا فإنه سيزحف على مولدافيا ويزحف على بلدان البلطيق وغير ذلك. لذا يجب أن يقع إيقافه، ولا يمكن إيقافه بكلام، بل يجب إيقافه بمد عسكري أكبر لتغيير ميزان القوى، وهذا الذي يحصل وسيحصل وستتمادى أوروبا والناتو وأمريكا في هذا الاتجاه، لأن المسألة ليست مسألة أراضي فقط، هي مسألة النظام العام الدولي الذي تراه أوروبا بأنه يجب أن يبنى على القانون الدولي وليس على القوة كما يراه بوتين. دكتور مجيد، أوكرانيا كانت تحاول مرارا وتكرارا الدخول ضمن أو الحصول على عضوية حلف الناتو، هل بهذه المساعدات التي بدأت دفاعية وانتهت ربما أو لم تنتهي ويعني تستأنف هجومية هذه الأيام، يمكن القول أن أوكرانيا أصبحت واقعيا وفعليا وعمليا ضمن قوة حلف الناتو؟ هي المسألة قانونية، هي ليست عضو في الناتو، ولكن فعليا هناك تلاقي في المصالح وتلاقي على المبادئ، وهناك وهذا التلاقي يجعل من أنه هناك وحدة تضامنية، وهذه الوحدة التضامنية هي أساسية اليوم. على أي أساس قانوني دكتور مجيد؟ على أساس التفاهم، لأن في القانون الدولي يمكن للطرفين أن يتفقا على مبدأ وينظمانه، وخاصة المبدأ موجود قانونيا أن كل هذه الدول تتفق مع أوكرانيا بأنه يجب الدفاع على النظام العالمي الجديد الذي بني بعد الحرب العالمية الثانية، والذي يهدف إلى أن يكون هناك سلام في العالم، والسلام لا يمكن أن يبنى على القوة كما يريده بوتين، لكن يمكن أن يبنى على أساس القانون الدولي واحترام سيادة الشعوب وسيادة الدول. الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي والباحث في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا. قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار إن القوات الأوكرانية صمدت اليوم في مدينة سوليدار شرق البلاد بعد معارك شرسة مع القوات الروسية، وأضافت أن القوات الأوكرانية تحاول أن تتمسك بمواقعها في سوليدار في وجه الهجوم الروسي المكثف. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن قوات بلاده تحتفظ بمواقعها في مدينة سوليدار وتكبد القوات الروسية خسائر فادحة، وأضاف أن الجنود الأوكرانيين يبدون مقاومة شرسة في سوليدار وباخموت ودونيتسك. عقدت اجتماعا آخر مع قادة الأركان، وارتباطا بالوضع على جبهات القتال الرئيسية تركز الاجتماع على الوضع في سوليدار وباخموت وفي محيط دونيتسك. قمنا بتحليل القرارات المطلوبة بالتفصيل والتعزيزات اللازمة لذلك والخطوات التي سيتخذها القادة في الأيام المقبلة، كما ناقشنا توريد الأسلحة والذخيرة لقواتنا والتعاون مع شركائنا في هذا الشأن. اعتبر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون اعتبر أن تغيير روسيا لقيادتها العسكرية في أوكرانيا يعكس التحديات النظامية التي واجهتها منذ بداية العملية العسكرية. كما حث رايدر البنتاغون موسكو على إنهاء عملياتها في أوكرانيا بدلا من تغيير قيادتها العسكرية.
من المؤكد أننا على علم بإعلان روسيا الخاص بتغيير قادتها العسكريين، وهو شيء نواصل مراقبته. من المحتمل أن تعكس هذه القرارات بعض التحديات النظامية التي واجهها الجيش الروسي منذ بداية هذه العملية. لقد تحدثنا عن بعض هذه الأشياء من حيث مشاكلها اللوجستية ومشاكل القيادة والسيطرة ومشاكل الاستدامة والروح المعنوية والفشل الكبير في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي حددوها لأنفسهم. هذا وفتحت التغيرات في القيادات العسكرية الروسية في أوكرانيا فتحت باب التكهنات حول هذه الإجراءات وطبيعتها. في العرض التالي تقدم لنا الزميلة نهى درويش قراءة في مواقف موسكو والدول الغربية من هذه التغيرات. أهلا بكم. بعد أقل من 100 يوم على تعيينه قائداً لقوات بلاده في أوكرانيا، أعلنت روسيا تعيين قائد جديد وهو فاليري جيراسيموف بدلاً من الجنرال سيرجي سورفوكين، ليكون بذلك ثالث شخصية عسكرية تتولى هذا المنصب الرفيع منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل نحو عام. وذكرت وسائل إعلام روسية أن وزير الدفاع سيرجي شويغو أمر بتعيين رئيس هيئة الأركان العامة فاليري جيراسيموف مشرفاً على الحملة العسكرية الروسية بأوكرانيا في أحدث تغيير بالقيادة العسكرية لموسكو. وقال الكريملين إن التغييرات مصممة لزيادة كفاءة إدارة العمليات العسكرية في أوكرانيا وتوسيع نطاق العمليات بعد أكثر من 10 أشهر في الحملة. بينما تقول تقارير غربية أن هذه التغييرات تعكس فيما يبدو حجم الانتكاسات والصعوبات التي يواجهها الجيش الروسي في عملياته العسكرية والتي انطلقت في 24 فبراير الماضي. وذكرت وكالة رويترز أنه على غرار شويغو واجه جيراسيموف انتقادات لاذعة من المدونين العسكريين المؤيدين للحرب بسبب عدة انتكاسات روسية في ساحة المعركة والفشل في تأمين النصر في حملة توقع الكريملين أن تستغرق وقتا قصيرا. الجنرال فاليري جيراسيموف والذي يلقب ببطل روسيا تخرج عام 1977 في مدرسة القيادة العليا للدبابات، وشغل منصب قائد فرقة بندقية آلية في مجموعة القوات الشمالية الغربية، ثم تدرج في المناصب العسكرية حتى تولى منصب رئيس أركان الجيش الروسي والنائب الأول لوزير الدفاع الروسي، والذي اختاره لقيادة المجموعة المشتركة للقوات في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. جيراسيموف أكد في آخر تصريح له عن الوضع في أوكرانيا أن الأمور مستقرة على خط المواجهة، بينما تتركز الجهود الرئيسية حاليا على استكمال تحرير أراضي جمهورية دونيسك الشعبية بحسب تعبيره. إذن تغيرات في القيادة العسكرية الروسية وسط تساؤلات عن ما إذا كان ذلك بسبب تغيير الخطط الاستراتيجية الروسية في أوكرانيا أو لتلافي الخسائر الميدانية بحسب التقارير. قالت الخارجية الروسية إن بيلاروسيا قد تدخل الصراع في أوكرانيا إذا قررت كييف شن هجوم على أي من البلدين، وأكدت أن المناورات العسكرية المشتركة التي تجريها مع بيلاروسيا تهدف إلى منع الاستفزازات والتصعيد من جانب من وصفهم بالخصوم. ويعتزم البلدان إجراء تدريبات جوية مشتركة في بيلاروسيا اعتبارا من الاثنين المقبل. يأتي هذا فيما تنفذ القوات الأوكرانية مجموعة من التدريبات العسكرية على الحدود المشتركة مع بيلاروسيا، وتركز هذه التدريبات على العمليات التكتيكية القتالية باستخدام الذخيرة الحية. مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية واشتعال القتال على عدة جبهات، يخوض جنود أوكرانيون تدريبات عسكرية جديدة في منطقة فولين شمال غرب أوكرانيا قرب الحدود مع بيلاروسيا. التدريبات الجديدة اعتمدت على تكتيكات قتالية متعددة وإطلاق الذخيرة والتقدم الميداني في ظل التعرض لقصف مدفعي. ومن أجل شد عدد الجنود جرت التدريبات باستخدام ذخيرة ومتفجرات حقيقية.
لم تكن هذه محاكاة لانفجارات بل انفجارات حقيقية. نفعل ذلك حتى يشعر الأفراد بالانفجارات ويكونوا مستعدين نفسيا لمواصلة إطلاق النار وعدم فقدان ثقتهم بأنفسهم. أوكرانيا تسعى من خلال هذه التدريبات إلى رفع الروح المعنوية لجنودها وبث الثقة في نفوسهم في ظل مساعدات عسكرية ولوجستية مستمرة من دول الغرب، ولا سيما الولايات المتحدة من جانب، ومع طول أمد القتال من جانب آخر، حيث توشك الحرب على إتمام شهرها الحادي عشر. ليس هذا هو الشهر الأول الذي نكون فيه في هذا الموقف. الجنود متحمسون ومستعدون. إذا تجرأ العدو على المجيء إلى هنا فسنواجهه بشكل صحيح ولن يخرجوا من هنا. حشد مستمر وتدريبات على أشدها تتواصل، لا سيما على الحدود مع بيلاروسيا، بعد أيام من تحذيرات الرئيس الأوكراني من أن روسيا تحشد قواتها لتصعيد آخر، وسط مخاوف أوكرانية وغربية من أن أحد الاتجاهات المحتملة لهجوم روسي جديد قد يكون من بيلاروسيا. العلاقة الروسية البيلاروسية التي بدت قوية ومتماسكة في أكثر من مناسبة باتت تثير قلق أوكرانيا وحلفائها من تحول حليف موسكو لجبهة جديدة ترهق كاهل كييف. حرب بلا هوادة تتصاعد من جبهة إلى أخرى في أوكرانيا، وتغييرات وتكتيكات مفاجئة من الجانب الروسي تجبر الجيش الأوكراني على البقاء في حالة استنفار ويقظة دائمين، ويصعب معها تحديد اتجاهات الصراع في الأيام المقبلة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر سكايب من لفيف الدكتور غيث أحمد مناف، عضو هيئة الإعلام الحربي الأوكراني. دكتور غيث، أهلا بك ومرحبا. إذن نائبة وزير الدفاع الأوكراني تقول بأن القوات الأوكرانية صامدة بعد ليلة محمومة في حديثها عن معركة سوليدار، ماذا عن تفاصيل هذه المعركة ومواجهة الكثافة العالية الهجومية من قبل القوات الروسية؟ بالفعل حتى هذه اللحظة القوات الأوكرانية هي صامدة ومتمركزة في عدة محاور في عدة مناطق داخل منطقة سوليدار، وبالتحديد هم على استعداد كامل للدفاع عن المدينة بعد وصول الإمدادات العسكرية لها بصورة مستمرة. ولكن الظرف الحرب هناك صعبة جدا، هناك عمليات عسكرية شرسة تقوم قوات فاغنر المرتزقة فاغنر بمحاولة اقتحام مدينة سوليدار وإنهاء العمليات العسكرية بأكثر أو بأقصى درجات القوة التي يستخدمها الجيش الروسي منذ 24 من فبراير حتى هذه اللحظة، على العلم بأنها هي بلدة صغيرة يكثف الجيش الروسي ومرتزقة فاغنر الكثير من المعدات والقوات العسكرية لدخول تلك المدينة التي لا تتجاوز مساحتها 45 كيلومترا، كان يسكنها 10,000 مواطن. هم تمكنوا من الدخول في بعض الأحياء في منطقة سوليدار، ولكن هناك أيضا مقاومة شرسة من القوات الأوكرانية. ليلة كانت صعبة عاشها القوات المسلحة الأوكرانية في تلك المدينة. اليوم وصل الإمداد العسكري للقوات المسلحة المتواجدين في غربي منطقة سوليدار وأيضا في بعض الأحياء التي تتبع مدينة سوليدار. أن أردنا التحدث بشكل واضح عن ما هي آليات المعركة المستقبلية التي سوف تحدث في شرقي الأراضي الأوكرانية، هو محاولة دخول القوات الروسية إلى منطقة باخموت التي هم يحاولون السيطرة عليها منذ 6 أشهر، وأيضا منطقة سوليدار الذي هم اعتقدوا بأنهم بالفعل تمكنوا من محاصرتها ودخولها والسيطرة عليها والاستيلاء بعد 2 شهر من الحرب، ولكن حتى هذه اللحظة هم لم يتمكنوا من إعلان النصر التام في تلك المدينة، ولذلك نحن ننتظر الأيام المقبلة التي سوف تغير بالفعل مجرى الأحداث. طيب دكتور غيث، ماذا عن التعزيزات المطلوب اتخاذها في الفترة المقبلة من قبل القوات الأوكرانية للاستمرار في هذه المعركة الخاصة بسوليدار التي لها انعكاس كبير وحقيقي على بلدة باخموت التي تبعد عنها فقط 10 كيلومترات؟ بالفعل باخموت تبعد 15 كيلومترا ليست 10 كيلومترات. كانت دخول القوات الروسية من
المنطقة الشمالية من منطقة باخموت أو محاصرة المنطقة الجنوبية من منطقة سوليدار. لذلك هم اعتقدوا بأنهم بالفعل تمكنوا من قطع الإمداد العسكري الأوكراني، ولكن وصول التعزيزات العسكرية، أيضا هناك دفعة جديدة من المساعدات العسكرية والقوات المسلحة الأوكرانية تبذل قصارى جهدها حتى هذه اللحظة. تحدث يوم أمس أيضا في تويتر حيث غرد مدير مكتب رئيس الجمهورية الأوكراني بأن لا تستمعوا إلى الأخبار أو الإعلام الذي يتحدث عن تم إسقاط مدينة سوليدار حتى هذه اللحظة، أن القوات المسلحة متواجدة في تلك المنطقة. هناك شدة في العمليات العسكرية، هناك قتلى بين الطرفين، هناك نزيف للدماء كبير جدا حدث للقوات الروسية هناك، حيث تم إثبات بمقتل أكثر من 100 مقاتل قبل يومين، ولحد تصريح هذا اليوم أصبحوا 250 مقاتلا. نحن نتحدث عن أعداد كبيرة جدا يقتلون خلال 24 ساعة في دخولهم لمدينة لا تتجاوز 45 كيلومترا. إذن حتى هذه اللحظة هناك إبهام في معرفة آخر التطورات، كون أن نحن نعتمد مصادرنا من هيئة الأركان العسكرية الأوكرانية ولم يتم الإفصاح عن ما هو جديد حتى نعم. هذه اللحظة. طيب دكتور غيث، تقول الأنباء بأن قوات فاغنر يتم توظيفها بشكل صحيح تحديدا في المنطقة الشرقية، إلى أي مدى قادرة القوات الروسية على استغلال هذه القوات، قوات فاغنر، في جر القوات الأوكرانية في النهاية لكسب معركة سوليدار وبطبيعة الحال كسب معركة باخموت أيضا؟ في الحقيقة لمعرفة من هم قوات فاغنر لكي نتحدث عن أهميتهم في هذه المعارك. قوات فاغنر هم مجموعة من المرتزقين المتعددين الجنسيات، لم يكن لديهم ولاء لدولة معينة، لم يتم الإفصاح عن قوات فاغنر في داخل روسيا إلا في هذه الحرب، حيث تم إعلانهم بأنهم قوات نظامية تتبع وزارة الدفاع الروسية. ولكن ما نشاهده اليوم في معركة سوليدار على سبيل المثال، هم لا يتبعون أحد ولا يتبعون القوات المسلحة الروسية ولا حتى وزارة الدفاع الروسية، بل هم يتبعون أنفسهم. لذلك هناك ضبابية في قواتهم المسلحة، حيث قاموا قوات فاغنر بتصفية أيضا بعض المقاتلين الروس الذين كانوا هم متنكرون بلباس أوكراني، تم تصفيتهم على يد قوات فاغنر. إذن لا يوجد هناك تركيز على قوات فاغنر، ولكن في الحقيقة قوات فاغنر هي قوات شرسة اكتسبت مهارتها من خلال العمليات العسكرية في سوريا وأيضا في مالي وليبيا، بالإضافة أنهم أيضا قاتلوا في الأراضي الأوكرانية. لذلك هم يعتبرون أنفسهم من أشرس الفرق الموجودة اليوم التي تقاتل، المرتزقة التي تقاتل على الأراضي الأوكرانية. نعم. ولكن هل يكون لديهم ارتباط مع وزارة الدفاع؟ نحن لم نشاهد هناك عملية تنسيق ما بين قوات فاغنر وأيضا ما بين القوات المسلحة الروسية. على سبيل المثال أعلنوا النصر التام في منطقة سوليدار وأيضا نعم. نفتها الكرملين ونفاها وزارة الدفاع. إذن هناك عدم ارتباط ما بين تلك نعم. القوتين، ولكن هم شكرا لك دكتور غيث. الجميع يعملون لمصالحهم. نعم. شكرا لك دكتور غيث أحمد مناف، عضو هيئة الإعلام الحربية الأوكرانية، كنت معنا عبر سكايب من الفيف الأوكرانية، شكرا لك. دعا رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشسلاف فولودين إلى مصادرة أملاك وأصول المواطنين الروس منتقد العملية العسكرية في أوكرانيا، واعتبر أن الإجراءات الحالية المتعلقة بفرض غرامات على منتقد العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ليست صارمة بالشكل الكافي. هذا وقد فرضت روسيا عقوبات وغرامات على كل من ينشر معلومات كاذبة عن الجيش الروسي. أكدت وزارة الخارجية الروسية ضرورة أخذ انضمام المناطق الجديدة إلى روسيا في الاعتبار حال استئناف المفاوضات مع أوكرانيا. وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الوضع في أوكرانيا تغير بشكل كبير عقب قرار كييف بإيقاف المفاوضات وانضمام مناطق جديدة إلى روسيا، لافتة إلى أن موسكو لم ترفض المباحثات أبداً. قال سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن دول الغرب تنتهك القانون الدولي والنظام الأساسي للمحكمة الدولية بممارسة الضغط على منظمات الأمم المتحدة للوقوف إلى جانب أوكرانيا. وفي كلمة خلال جلسة مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن، أكد نيبينزيا أن الأهداف والمبادئ المنصوصة عليها في المواثيق الدولية ستفرض كلمتها على ما أسماه بالمفاهيم الزائفة.
من الواضح أننا نشهد هجوما غاضبا آخر من قبل الغرب على القانون الدولي مع انتهاك غير مسبوق للمادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة الدولية لممارسة الضغط على الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة. نحن نتحدث عن نية حوالي 50 دولة الوقوف إلى جانب أوكرانيا فيما يتعلق بقضيتها التي تنظر فيها المحكمة بشأن اتفاقية حظر جريمة الإبادة الجماعية والعقاب. العديد من البلدان تقول بلا خجل إنها تتصرف من منطلق اعتبارات سياسية من أجل إظهار دعمها لكييف، ومع ذلك نحن مقتنعون تماماً بالقانون الدولي وأن الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في الميثاق ستسود رغم ذلك على المفاهيم الزائفة. وخلال الجلسة طلبت نائبة وزير الخارجية الأوكراني طلبت مجلس الأمن الدولي بمحاسبة روسيا على ما ترتكبه في أوكرانيا، كما أضافت أن القانون القوة الذي أو قانون القوة الذي تمارسه موسكو على أوكرانيا يعطي إشارة واضحة للغاية للجميع بعدم الشعور بالأمان. قانون القوة الذي مارسته روسيا بوحشية اليوم على أوكرانيا يعطي إشارة واضحة لكل من في هذه القاعة، لم يعد أحد آمناً بعد الآن. إذا هاجمت دولة تمتلك حقوق وامتيازات عضو دائم في مجلس الأمن دولة أخرى عضواً في الأمم المتحدة، فهذا يعني فقدان الأمن والسلام وسيادة القانون بوحشية. أعادت روسيا فتح جسر القرم أمام السيارات بعد اكتمال إصلاح الجزء المتضرر من الانفجار الذي طاله في أكتوبر من العام الماضي، وتقول السلطات الروسية إنها أعادت العمل على الجسر بعد شهرين فقط من توقفه نتيجة للانفجار. كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر جسر القرم الذي يربط جنوب روسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمت لروسيا بعد أقل من شهرين فقط من وقوع انفجار في أحد مشروعات البنية التحتية الرئيسية للدولة الروسية. أكدت الخارجية الروسية عدم وجود أي تقدم في تنفيذ مذكرة التفاهم بين روسيا والأمم المتحدة بشأن تطبيع الصادرات الزراعية الروسية، وقالت الوزارة إنه تم تصدير 17 مليون طن من الحبوب الأوكرانية، بينما المنتجون والموردون الزراعيون الروس ما زالوا يواجهون عرقلة المدفوعات عبر البنوك وارتفاع معدلات التأمين ومحدودية الوصول إلى الموانئ البحرية. هذا وكانت روسيا وأوكرانيا وقعتا برعاية أممية في يوليو الماضي اتفاقيات بشأن تصدير المنتجات الزراعية الروسية والأوكرانية إلى السوق العالمية. استقبل عمدة كييف مسؤولين من بولندا وتشيك وسلوفاكيا ورومانيا لمناقشة دعم العاصمة الأوكرانية، واطلع رؤساء بلديات وارسو وبراغ وبودابست على المواقع السكنية المتضررة بشدة في وسط كييف، مؤكدين أن مواصلة تقديم الدعم لكييف من أولويات حكومتهم. نتحول إلى ملف الوثائق السرية لرئيس الأمريكي جو بايدن. نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جيمبيير أن رئيس جو بايدن على علم بمحتوى الوثائق السرية. وأكدت المتحدثة أن فريق المحامين الخاص بالرئيس يتعاون مع سلطات التحقيق في هذه المسألة. الرئيس يأخذ هذا على محمل الجد. لم يكن يعلم أن السجلات كانت موجودة عندما تم العثور عليها. إنه لا يعرف ما بداخلها هو وفريقه. بمجرد أن حددوا أن هذه الوثائق كانت موجودة، تواصل الرئيس وفريقه على الفور مع الأرشيف الوطني ووزارة العدل. من جانبه أعلن وزير العدل الأمريكي بدء التحقيق في ملف الوثائق السرية لرئيس جو بايدن. وكشف وزير العدل الأمريكي في مؤتمر صحفي كشف عن اختيار روبرت هور في منصب المستشار الخاص بالتحقيق في قضية الوثائق السرية والتي عثر عليها في مقرات بايدن.
اليوم صباحا وقعت أمرا لتسمية روبرت هير كمستشار خاص لهذه المسألة، ويمكنه أن يحقق إن كان هناك انتهاكا للقوانين، وستكون هناك أيضا عملية احترام للسياسات والقواعد والتوجيهات المعتمدة في الوزارة. ولديه باع طويل كمدعي عام، في العام 2003 انضم إلى الوزارة وعمل في مجال التزوير ومواجهة الإرهاب، ثم قبل العام 2014 كان مساعد وزير العدل لولاية ماريلاند وركز على الجرائم المتعلقة بالتزوير والأموال. بعد ذلك أصبح مساعدا أساسيا للوزير، ثم في العام 2019 أصبح وزير عدل لمقاطعة ماريلاند، وهو مسؤول عن بعض الشؤون المتعلقة بالفساد العام والأمن القومي وأمور أخرى أساسية. أنا سأتأكد أن السيد هير سيحصل على كل الموارد التي يحتاجها للقيام بعمله. كما أكد جارلاند التزام وزارته بالحياد والشفافية في التحقيقات، وأعرب عن ثقته بإجراء روبرت هير تحقيقا محايدا وفقا للقانون الأمريكي. مع الظروف الاستثنائية كان لابد من تعيين مستشار خاص لهذه المسألة، وهذا التعيين يظهر للرأي العام أن الوزارة ملتزمة بالاستقلالية والمحاسبة فيما يتعلق بشؤون دقيقة، وأن الوزارة تتخذ قراراتها فقط عبر الارتكاز على الوقائع والقانون. وأثق أن السيد هير سيقوم بواجباته ومسؤولياته بطريقة الملائمة والسرعة الملائمة. كان بايدن ذكر أنه يتعامل مع الوثائق السرية التي تم العثور عليها في منزله بجدية، وأشار بايدن إلى أن فريقه القانوني يرتب هذه الوثائق ويتعاون بشكل كامل مع وزارة العدل. ولكن كما قلت في بداية هذا الأسبوع، الناس يعرفون أنني أخذ أو أنظر إلى الوثائق السرية بجدية. سنتعاون كلية مع وزارة العدل، وكجزء من هذه العملية المحامين سينظرون على أو نظروا وعملوا عملية مراجعة، واكتشفوا أن هناك عدد صغير من الوثائق السرية في مكتبتي الشخصية، وهذا حدث في حالة بايدن بين سنتر، ووزارة العدل وفورا تم إشعارها، والمحامون رتبوا لوزارة العدل كي تضع يدها على هذه الوثائق. هذا وقد أثار العثور على وثائق سرية في منزل رئيس الأمريكي جدلا كبيرا، خاصة وأن الموقف ذاته تكرر قبل 5 أشهر مع سلفه ترامب. وتحولت هذه القضية إلى ورقة ضغط متبادلة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، قد تلقي بظلالها على الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهذا ما ستعرضه لنا الزميلة نهى درويش. أهلا بكم. الوثائق المسربة التي عثر عليها في مكتب ومنزل الرئيس الأمريكي جو بايدن أثارت جدلاً جديداً في الولايات المتحدة، على غرار الوثائق التي عثر عليها لدى سلفه دونالد ترامب. الجهة الأبرز التي تحدثت عن الوثائق كانت البيت الأبيض بإعلانه العثور على أكثر من 10 وثائق سرية في منزل الرئيس الأمريكي في ديلاور، تتعلق بفترة شغله منصب نائب الرئيس الأسبق باراك أوباما. بايدن نفسه قال أمام الصحفيين إنه سيتعامل مع قضية الوثائق بجدية كاملة، مشيرا إلى أن فريقه القانوني سيتعاون مع وزارة العدل إلى أن يتم نقل الوثائق تحت ولايتها. وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند أعلن تعيين روبرت هاور قاضيا خاصا للتحقيق في قضية وثائق بايدن، والجمهوريون لم يفوتوا فرصة الهجوم على بايدن، إذا على الفور خرج رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي مطالبا الكونغرس بالتحقيق مع الرئيس جو بايدن في قضية الوثائق السرية.
قضية وثائق بايدن السرية تعيد إلى الأذهان ما حدث قبل 5 أشهر مع الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث داهم مكتب التحقيقات الفيدرالية مقر إقامة ترامب بفلوريدا. وعقب المداهمة والتي جرت في 8 أغسطس 2022، تمت مصادرة صناديق تحتوي على مئات من الوثائق السرية والتي لم يقم ترامب بإعادتها عند مغادرته البيت الأبيض بعد انتهاء ولايته. المحققون قالوا إن بعض الوثائق التي عثر عليها بحوزة ترامب مصنفة تحت بند السرية الدفاعية، متهمين الرئيس السابق بانتهاك قانون التجسس. قضية الوثائق السرية والتي باتت قاسماً مشتركاً بين بايدن الديمقراطي وترامب الجمهوري متوقع أن تكون ورقة ضغط متبادلة بين الحزبين في معترك الانتخابات الرئاسية القادمة، حيث يسعى بايدن لولاية ثانية فيما يطمح ترامب للعودة مجدداً إلى البيت الأبيض. هنا القاهرة عاصمة الخبر، والنشرة متواصلة مع حضراتكم وتتابعون فيها بعد الفاصل. غوتيريش يحذر من تقويض السلام بالشرق الأوسط ويؤكد أنه لا بديل عن حل الدولتين. أهلا بكم من جديد. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن رفض تسوية القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين من شأنه أن يقوض عملية السلام في الشرق الأوسط. وفي كلمته خلال جلسة لمجلس الأمن حول السلم والأمن الدوليين، أدان غوتيريش أعمال القتل غير المشروعة والتوسل الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. إننا ندين جميع أعمال القتل غير المشروع وأعمال المتطرفين، ولا يوجد مبرر للإرهاب. التوسع الاستيطاني من قبل إسرائيل وكذلك هدم المنازل وإخلاؤها تثير الغضب واليأس، كما أنني قلق للغاية من المبادرات الأحادية التي رأيناها في الأيام الأخيرة. كما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن على كوريا الشمالية تحمل المسؤولية والعودة إلى محادثات نزع الأسلحة النووية، ودعا إلى ضرورة استجابة الولايات المتحدة لدعوة الصين المتمثلة بإظهار بعض المرونة لبيونغ يانغ حتى تنضم لأي محادثات في المستقبل. إذن مشاهدينا نشير إلى هذا الخبر العاجل الذي يظهر على الشاشة الآن، حيث قالت وزارة الدفاع الروسية أنها سيطرت بشكل كامل على مدينة سوليدار بعد أيام طويلة من المعارك المحتدمة بين الجانب الروسي والجانب الأوكراني. وزارة الدفاع الروسية الآن تعلن بشكل رسمي السيطرة على هذه المدينة، وتقول الوزارة أن السيطرة على مدينة سوليدار هي خطوة حاسمة في عمليات روسيا الهجومية في طريقها إلى مدينة باخموت، وتعتبر أن هذه الخطوة هي خطوة استراتيجية كبيرة ونوعية في عملياتها العسكرية الموجودة حاليا في أوكرانيا. إذن الجيش الروسي يعلن بشكل كامل وبشكل رسمي السيطرة على مدينة سوليدار الاستراتيجية. نستكمل نشرتنا، حيث أعلن الجيش الكوري الجنوبي عن سعيه لتأجير أقمار صناعية مصغرة للاستطلاع في زمن الحرب بهدف تعزيز قدرات المراقبة على كوريا الشمالية. وقال مسؤول بالجيش في سول إن بلاده ترغب في تأجير الأقمار من وكالة فضاء مدنية أوروبية، وأشار إلى تشغيل هذه الأقمار ستمكن الجيش الكوري الجنوبي من رصد حركة قاذفات الصواريخ المتنقلة في كوريا الشمالية إلى جانب رصد حركة الأفراد حول المنشآت النووية. ويعتمد الجيش الكوري الجنوبي بشكل كبير على الأقمار الاصطناعية التي تديرها الولايات المتحدة لأنه لا يمتلك قمرا صناعيا خاصا به. دعت الصين الولايات المتحدة الأمريكية إلى التوقف عن شن حرب باردة جديدة والتضييق على الاقتصاد الصيني، في انتقاد لتصريح واشنطن وطوكيو بأن بكين هي التحدي الاستراتيجي الأكبر في المنطقة. وحثت الخارجية الصينية واشنطن وطوكيو على التخلي عن عقلية الحرب الباردة والتوقف عن خلق أعداء وهميين، معتبرة أن الولايات المتحدة تسيس القضايا الاقتصادية والتجارية مما يقود النظام الاقتصادي الدولي.
يبدأ رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم زيارة إلى واشنطن في ختام جولة في دول أو إلى دول مجموعة السبع صناعيات الكبرى، يعقد خلالها محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض. ومن المقرر أن يعلن الجانبان تبني طوكيو خطة تسليح تصفها واشنطن بالتاريخية، تشمل حشدا عسكريا كبيرا في مواجهة المخاوف المشتركة بشأن الصين. يأتي هذا بعد يومين من اجتماع لوزيري الخارجية والدفاع الأمريكي مع نظرائهما اليابانيين، أعلنوا خلالها عن تعزيز التعاون الأمني بين البلدين ووضع رؤية لتحالف حديث يسود في عصر جديد من المنافسة الاستراتيجية. التقى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن نظيره الياباني ياسوكازو هامادا في البنتاغون، وذلك بعد الإعلان عن انتشار مرتقب لقوة رد سريع أمريكية في اليابان. وشدد أوستن على التزام واشنطن الراسخ بالدفاع عن طوكيو بما يشمل الردع الأمريكي الموسع الذي توفره مجموعة من القدرات التقليدية والنووية. كما قد أعلن أوستن في وقت سابق عن نشر وحدة للتدخل السريع من سلاح مشاة البحرية الأمريكية في جزيرة أوكيناوا اليابانية بحلول عام 2025. لمزيد من المتابعة والتعليق حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من بكين السيد نادر رونغ الكاتب والباحث السياسي. سيد رونغ، أهلا وسهلا بك في هذه الخدمة الإخبارية. إذن هذه الزيارة اليابانية وزيارة فيها على المستوى طبعا برئاسة رئيس الوزراء الياباني إلى البيت الأبيض، وبالإضافة إلى وزير الدفاع وزير الخارجية اليابانيين إلى هناك، وما تم الإعلان عنها من تعزيز التواجد الأمريكي في اليابان. هل كل ذلك يمثل تهديدا مباشرا إلى بكين فيما يتعلق بأمنها القومي؟ طبعا ترى بكين أن أي تعاون بين مختلف الدول لا يجب أن يدور بمصالح الدولة الثالثة، وكذلك لا يجب أن يعني يخرب الاستقرار والسلام في المنطقة. تسليح اليابان او زياده الوجود يعني وجود عسكريه امريكيه في هذه المنطقه لا يساهم في الاستقرار والسلام في هذه المنطقه، سيجلب المنطقه الى مواجهات. وكذلك ترى الصين ان منطقه اسيا والباسيفيك يجب أن تكون منصة أو قدوة للتعاون والاستهار والتقدم والتنمية، وليس منصة للمنافسات الجيوسياسية. على أي حال، التواجد الأمريكي في اليابان ليس وليد اللحظة، هو موجود ربما بعد الحرب العالمية الثانية، والإعلان عن تعديل هذا التواجد وتعزيزه وليس وجوده بشكل عام. على أي حال، الصين كيف ترد؟ هل نتوقع ردا عسكريا صينيا حول هذه الخطوة من قبيل تعزيز التواجد في بحر الصين الشرقي؟ طبعا الصين إذا كان هناك أي انتهاك لسيادة الصين ووحدة أراضيها من قبل اليابان والولايات المتحدة، الصين طبعا ستدافع عن سيادتها ووحدة أراضيها بقوتها العسكرية، وكذلك الدفاع عن مصالح الصين التنموية. فهنا الصين تريد أن تحث اليابان والولايات المتحدة أن تأخذ التاريخ كالمرآة والاستبدان، يعني ولا يجب تكرار مأساة الحرب العالمية الثانية، والعمل سويا على الحفاظ على السلام والاستقرار. نعم. وعدم الدخول هذه المنطقة إلى صراع مفتوح. السيد نادر رونغ الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من العاصمة الصينية بكين.
اقتصاديا، أكد وزير المالية البريطانية جيرمي هانت أن التزامه بخطة الحكومة لخفض التضخم إلى النصف خلال العام الجاري ضرورة حتى يتمكن الاقتصاد من تحقيق نمو مرة أخرى. وخلال نوفمبر سجل الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا نموا بنسبة 1%، وذلك بعد أن سجل انكماشا في الربع الثالث من العام الماضي. سجلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعا غير متوقع خلال ديسمبر الماضي للمرة الأولى في أكثر من عامين ونصف العام، وسط هبوط في أسعار البنزين والسلع الأخرى. وقالت وزارة العمل إن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض بعشر بالمئة الشهر الماضي بعد ارتفاعه بذات النسبة في نوفمبر الذي يسبقه. وعلى أساس سنوي ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين ب6.5%، وهو أقل صعود له منذ أكتوبر من عام 2021. تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى في 5 عقود عند 3.5%. ووفقا لبيانات وزارة العمل، فإن عدد الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة انخفض إلى 205,000 في الأسبوع الأول من يناير الجاري. هذا وذكرت الحكومة الأسبوع الماضي أن الاقتصاد نجح في توفير 223,000 وظيفة في ديسمبر. قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن 2023 سيكون عاما صعبا آخر للاقتصاد العالمي، وإن التضخم لا يزال جامحا، لكنها تتوقع تحسنا في توقعات النمو خلال العام القادم. رياضياً، تصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي القائمة المبدئية لأفضل لاعب في العالم التي أعلنها الاتحاد الدولي الفيفا. وبجانب ميسي المتوج بكأس العالم 2022، شهدت القائمة انضمام المصري محمد صلاح والمغربي أشرف حكيمي والثنائي الفرنسي كيليان مبابي وكريم بنزيما والبرازيلي نيمار، بالإضافة إلى البولندي روبرت لوفاندوفسكي المتوج بالجائزة في 2020-2021. ومن المقرر أن يقام حفل توزيع الجوائز في 27 من فبراير المقبل. كما كشف فيفا عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2022. ضمت القائمة المغربي وليد رجراجي بعدما قاد منتخب المغرب ليصبح أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ الدور قبل النهائي في تاريخ كأس العالم، إلى جانب الأرجنتيني ليونيل سكالوني الذي قاد منتخب بلاده للفوز بالمونديال المرة الثالثة في تاريخه لجائزة أفضل مدرب، وأيضا الفرنسي ديدي ديشامب الفائز بكأس العالم 2018 ووصيف كأس العالم الماضي في قطر، بالإضافة إلى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد والإسباني جوزيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزية. تنطلق اليوم منافسات بطولة أمم أفريقيا للمحليين بمواجهة تجمع بين منتخب الجزائر صاحب ضيافة البطولة أمام نظيره الليبي ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى. وتضم المجموعة الأولى أيضا منتخبي إثيوبيا وموزمبيق. يذكر أن المنتخب المغربي توج بلقب آخر نسخة من البطولة بالفوز على مالي بهدفين مقابل لا شيء. في خليج 25 يلتقي منتخب البحرين نظيره الكويتي اليوم في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية لمنافسات البطولة والمقامة في مدينة البصرة العراقية. يأتي المنتخب البحريني في صدارة المجموعة ب6 نقاط جمعها من الفوز على كل من الإمارات وقطر على التوالي، بينما يحتل المنتخب الكويتي المركز الثالث برصيد 3 نقاط بعد أن حقق فوزا وحيدا على حساب الإمارات بهدف دون رد،
بينما خسر مباراة أخرى أمام قطر بهدفين نظيفين. وضمن المجموعة ذاتها يلتقي منتخب قطر مع نظيره الإماراتي. المنتخب القطري يحتل المركز الثاني برصيد 3 نقاط بعد الفوز على الكويت في الجولة الأولى، بينما يأتي منتخب الإمارات في المركز الأخير بلا رصيد بعد الخسارة أمام البحرين والكويت على التوالي. نهاية نشرتنا من عاصمة الخبر، وهذه تذكرة بالعناوين. فرنسا تعلن أنها ستسلم أوكرانيا دبابات قتالية خفيفة خلال شهرين. رئيس مجلس الدوما يطالب بمصادرة أملاك وأصول منتقد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. رئيس وزراء اليابان يبحث اليوم مع بايدن في واشنطن تعزيز قدرات طوكيو الدفاعية. إذن لمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة news.net، كما يمكنكم متابعتنا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستغرام ويوتيوب، كما يمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 رأسي، ويمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا لطيب المتابعة، هنا القاهرة عاصمة الخبر، إلى اللقاء.